لك اجينا لندعمهم بشكلهم شباب مبلشين من زمان. الله يكون بعونهم. ديروا بالكم يا شباب، الله يحميكم ويوفقكم. آمين سيدي. تمام سيدي. فايزة خليكي بالسيارة واصحك تنزلي. خلونا نفوت. يلا يا شباب، بسم الله. ناجر واقف عندك، ما رح اشفع عليك. اترك سلاحك. انت كمان يا زلمي، حتى وانا عمود ما خلصت منك. واقف لشوف، انت لسه ما بتعرفني منيح. لف لعندي على مهلك، لف. بالمرة الماضية انت اختبرت صبري كتير. وقتها كانت الظروف غير. شو اللي تغير هلأ؟ بعد ما مات المايسترو انا هلأ أغلى من قبل بالنسبة إليك. المايسترو مات؟ كيف؟ أكل رصاصة بنص رأسه. لا تقلق، أنا متأكد أنه مات لأنه أنا أوصه. تعالوا لك، وين عم تهرب؟ ليكو بلده مفكر حاله حجبها. شوفوا أخي، هذا الزلمة كل فيوزاته مضروبة. إلكر، أنت منيح؟ إيه أنا منيح. وينو عاكف؟ عاكف لحقه لماجر. لحقه لماجر؟ ماجر نفسه؟ إيه، ماجر طلع عايش. بسم الله. شو الحكي؟ خلوكن هون ماشي؟ وقف، إني لوين رايح؟ بدي لاقي عاكف. عاكف؟ لا تقرب مني، نزل سلاحك. رح تضطر تقنعني. فيني جرب. بعرف عنك شي كتير مهم ما بتعرفه. ولك انت ما بتعرف شي عني، لا تكذب علي. ولك حكيت لك عن إلكر كمان مو؟ عاكف، شو عم يقول هاد؟ ما عم يقول شي أبدا، عم يخرف لحاله. اسمعوني لشوف، اسمعوني منيح. إذا بتتركوني هلأ رح قلكن كل شي. إذا قلت ولا ما قلت ما لفرق معي بنوب. أنتوا الاثنين، أنتوا أخوة. شو هالحكي؟ شكل الرصاصة اللي بنص راسك أثرت عليك. اسمعوني، هذا الصر في شخص تاني غير بيعرفه كمان. مين هو؟ أبوكم. ولك لا عاد تحكي حكي فاضي ولا؟ أنا أبي متوفي، عم تفهم؟ وأنا كمان. متأكدين؟ بكفي. طلع فيني منك، ما حأرحمك، والله ما حأرحمك. بروحك وبروح حالي معك. أبوكم لساته عايش.
عم يدور عليكم. وأنا الوحيد اللي بقدر أخذكم لعنده. أنت عن جد عم تحكي؟ شو بيعرفنا أنه مانك عم تكذب؟ أنا فيني أثبت لكم كل شيء. صدقوني أنتوا أخوة. هذا واضح.